FM. الكلمة ليك. عندما ترى الخريطة بتاع تونس المثلث الأخير معناها فهمني من رمادة معناها نحو معناها برج الخضراء على بعد معناها فهمني بعض الكيلومترات برج الخضراء فما مدينة اسمها مدينة غدامس في ليبيا وهي معناها المثلث ولا وهي المثلث الحدودي بين تونس والجزائر وليبيا وهي منطقة خطيرة جدا باعتبار اللي مجموعات كبيرة من أنصار الحق اللي هما طوارق جاوا من الأزواد من شمال مالي بعشرات الآلاف ومعناها جاوا بسلاحهم وجاوا بأموالهم وجاوا معناها بالفكر المدمر نتاعهم معناها وانسحبوا المنطقة هذه وقعدوا حول غدامس يعني من غدامس إلى منطقة اسمها الدرج. الكلمة ليك.